السلام عليكم. محكمة سيدي محمد التماس 3 سنوات حبس بسبب زواج امرأتين في الجزائر العاصمة. المتهمتان 30 و40 سنة، تم متابعتهما بجنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين. الواقعة تمت بعد أن تقدمت إحدى العائلات ببلاغ لمصالح الأمن بخصوص اختفاء ابنتهم، وتوصلت التحريات إلى رصد فيديو يجمع الفتاة مع امرأة أخرى تعمل معها في السلك الطبي. المعنيتان ظهرتا في الفيديو وهما يرتديان فستان الزفاف، وتم توقيفهما مع صاحبة المسكن الذي تم فيه إبرام عقد القران. لا حول ولا قوة إلا بالله.